اقدرش اقول الا انها الاغنيه واللي بتغنيها لايقين على بعض. كتبها حسين السيد ولحنها محمد الموجي. مين قالك تسكن في حارتي؟ برافو شفيقة. إنما قولي لي بقى، الغنوة دي أنا لما ألفتها الناس قالوا عليها حلوة، ولما الموج لحنها الناس قالوا عليها لذيذة وخفيفة. إشمعنى أنت لما غنتيها الناس بيقولوا عليها طعمة؟ بسيطة بسيطة قوي. إزاي؟ جبت الخفافة على الحلاوة بقوم طعم، فهمت؟ أنا ولا فهمت حاجة.